كابتن وليد. مبروك طبعا يعني الحمد لله كالعادة رجالة في المواقف الصعبة، والنادي الأهلي في موقف صعب دلوقتي. كان اللعيبة مزعلة الجماهير، وحلوة اللقطة بتاعت محمد هاني وبيرستاو، حلوة قوي قوي يعني. بيقولوا للجماهير حقكم علينا واحنا غلطانين، وفعلا الغلط الاكبر، انا كنت مع حضرتك وكنت مع كابتن شوبير وقلت الغلط الاكبر على اللعيبه. اللعيبه لازم في توقيت لازم هم يجيبوا الفورمه بتاعتهم. النهارده مش احسن حاجه على فكره، انا يعني بتفق مع الدكتور طه ومع هشام طبعا وكل الناس اللي بتقول ان الحاله الفرديه مش كويسه، كل لعيب لوحده عنده احسن من كده. الحاله الجماعيه النهارده كويسه، استغلال الفرص معقول، وان كنا ممكن. مين اللعيب اللي مش عاجبك النهارده؟ لا كتير يعني، مش يعني حسين الشحات مش احسن حاجه خالص يعني. قرارات حسين برضو النهارده مره واحده كويسه وبعديها ثلاثة أربعة مش كويسين. مين تاني؟ طاهر، محمد طاهر، وان كان هو احرز هدف وعمل هدف، لكن في قرارات كتير قوي قوي في الملعب برضو بنسبه مش كويسه. خد بالك كمان في تحس ان في انهاك شويه، او اللياقه البدنيه فيها حاجه، دي وضحت من الدقيقه تقريبا 75 80، انت بتلعب 11 ضد 10 ومع ذلك تحس ان ديانج تعب، حمدي تعب، علي معلول تعب، مش قادرين. ياسر ابراهيم هو الاجهاد فيه يا كابتن؟ ما هو علشان كده، ما دي حاجه تسال او يعني يسال عنها مستر موسيماني، واحنا خلاص فتحناها الاسابيع اللي فاتت وقلنا ان الراحات كتير، فبالتالي وعشان كده كابتن الخطيب قعد، كابتن الخطيب قعد مع مستر موسيماني وقال له على الجزئيه دي تحديدا، هل الراحات الكتير دي بتخلي اللعيبه مثلا اللياقه البدنيه مش احسن حاجه؟ خد بالك انت النهارده بتلعب 11 ضد 10 وقت طويل جدا، وجبت جون بدري، لكن الحمد لله يعني الحمد لله اللعيبه كانوا على الموعد ورجاله، ما حدش قصر، كله على مستوى الروح بيحاولوا يطلعوا اقصى حاجه، ودي حاجه كويسه جدا. المهم بقى ان اللعيبه اللي هي برضو تاني مش قادره تجيب مستواها اللي احنا عارفينه يحاولوا، يعني حسين الشحات يحاول اكتر، طاهر في لسه منه اكتر من كده، ميكيسوني يجي اكتر من كده، بيرسيتاو خلاص يثبت بقى على المستوى ده، محمد شريف النهارده نزول كويس جدا، قفشه نازل يعني طبعا الله يكون في عونه عايز يلعب طبعا من الاول، لكن برضه بصمه قفشه موجوده، احمد عبد القادر عوده مهمه جدا، كل النهارده محمد هاني شكل مختلف. اللعيبه اللي يعني احنا مش عايزين اللعيب يبقى لقطه، يعني ابقى اعمل مثلا كورتين كويسين وبعد كده انام، او اعمل مباراه جامده جدا وبعد كده ماتشين ثلاثه. انت بتدور على السوليه، بتدور على احمد فتحي، بتدور على اكرم توفيق، بتدور على المستوى الثابت لفتره. برافو عليك. 10 على 10 الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي هو تريكا، بركات، وائل جمعه، الحضري، مش عايز انسى حد، احمد فتحي، شوقي، عماد متعب، فلافيو، الجيل ده كان بيلعب، مش هقول موسم، كان بيلعب دور يعني مثلا يعني يلعب مثلا 25 مباراه كلهم برتم واحد، كلهم النهارده مثلا الريتم وحش قوي، الريتم بطيء بطيء خصوصا من تحت، انت خلاص بتلعب 11 ضد 10 والملعب مفتوح، فلازم تبقى اسرع من كده. لكن الحمد لله استغلينا الفرص بشكل كويس، وان كان حسين الشحات راح بانفراد ضيعها، بيرسيتاو راح بانفراد ضيعها، كورتين في العارضه، يعني تقدر زي ما هشام قال السكور يبقى غير كده، ما تكسب 6 اكسب 7 اكسب براحت، يعني طالما انت الملعب يستحمل كده والنادي الاهلي عنده الارقام دي قبل كده، كسبنا 5 وكسبنا 6 وكسبنا 7، فالحمد لله نبني على كده. بتفق مع الدكتور طه اسماعيل قال نقطه مهمه جدا جدا جدا، انا ما ببصش لمباراه وفاق الصيف القادمه، انا ببص للوداد لو لعبته في المغرب، يعني لسه طبعا في اقاويل وشد وجذب، بس الفكره ان انا عايز اروح نهائي افريقيا جامد، بحيث ان احنا لو خدنا البطوله الثالثه وان شاء الله ال 11 باذن الله للاهلي والبطوله الثالثه على التوالي، حاجه تبقى مرعبه ما حصلتش في افريقيا قبل كده، وجيل يستحق كده، بس هم يقرصوا شويه ان شاء الله.